السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة جديدة من الأسحار. لاحظوا معي هذا السحر، كيف هو؟ هذا السحر من أجل بماذا؟ صنع بالمال. لاحظوا معي، صنع بعملة نقدية أوروبية. لاحظوا معي هذا السحر كذلك، هذا السحر آخر، هذه مجموعة جديدة، هذا كذلك السحر، هذه كلها أسحار. لاحظوا معي هذا السحر، هذه بسكين الذي ذبح به الذبح لغير الله عز وجل. طيب، وهذا طاجين كسر من أجل أن يصير الشتات للأسرة، حتى يصير الشتات للأسرة. وهذه مواد سرقت من البيت لتشويه الجمال ولإسقاط الشعر، فهم يستعملون كل آلة، كل شيء له علاقة. هذا لتشويه، أصلا هو لتحسين الجمال والتجميل، فصار تشويه الجمال، وهذا كذلك صار لإسقاط الشعر. فهذه أصحاب، لاحظوا معي هذه الأصحاب. عقدتك يا خديجة عن الزواج بحق يوم الأحد كذا كذا، بحق بريك، هذه كلها، وبحق الملك الملوك. وهنا هذا للزوجة وهذا للزوج. كعقدتك يا كذلك هنا يا عقدتك هذا ماذا يا خديجة، كذلك عقدتك يا خديجة عن حساد والعمل والحركات والساكنات بحق الأحد إلى يوم الاثنين، بحق دريك الكواكب، عقدتك يا هذا الاسم الدكوكي والحساد والعمل والحركات. شوف، لاحظوا معي جميع الأيام، بمعنى أن تقع هذه السيدة هي وزوجها، يعني لا حركة ولا سكون غير أيام الأسبوع. هذه أصحاب تصنع في هذا البلد، أسأل الله تعالى أن يحفظنا. إلى متى تبقى هذه الغفلة؟ وإلى متى نبقى ساكتين صامتين ودين الله يحارب والناس يحاربون؟ يجب أن نتكلم، ويجب أن الكل تكون حملة توعية شاملة تشمل جميع البيوت في جميع الأماكن، حتى يعلموا قدر السحر وخطره، وأن يحذروا الناس منه، ولما لا أن يبلغوا السلطات إذا ما علموا أن هناك دجال أو ساحر أفاك يفرق بين المرء وزوجه، ويعطل المال، يعطل التجارة، يعطل العقود، يشوه الجمال، يعطل الخطبة والزواج. هذه أصحاب في هذا الصباح في مركز الروضة المغربية للرقية الشرعية. ولو قلت لكم ماذا نرى وماذا نسمع من قصص الناس الذين يأتون، قبل قليل أخت عندها سحر مكناس، سوف نذهب لنستخرجه من عتبة الباب، به أسقط الجنين واعترف أنه من أسقط الجنين، وبه يعني العداوة والبغضاء بينه وبين زوجها. يعني يوميا عشرات القصص أسمعها، والله تجيب لها مفارق الولدان. يوميا عشرات قصص من هذا على هذه الشاكلة، سحر، طلاق، فراق، أوجاع، منهم من أبترت يداه، ومنهم من شق بطنه، عملية جراحية تشويه الجمال، أشياء خطيرة جدا. والجاني يعترف، وربما يقول إنسان يبقى محو ظن وشك، لكن نقف على السحر ونستخرجه فيصير حقيقة، فتصير هذه الأمور حقيقة ليس ظنا أو شكا. فيجب على المسؤولين الغيورين أن يتحركوا وأن يدبوا، لأننا صرنا في هذا الزمان فحال فشياطين الإنس والجان، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، الله يريد التخفيف عن الأمة. وترى الشياطين والسحرة ومن على شكلتهم يريد أن يثقلوا كاهل الناس، أن يثقلوا أبدانهم بالأسحار، أن يفرقوا بينهم. يكفي الناس ما هم فيه، يكفيهم ما هم فيه، نضيف عليهم أصحارا وحسد وعين. وكذلك إذا كنا نلوم السحرة ونلوم الدجالين، فعلينا أن نوجه النصيحة إلى الجيران وإلى الأحباب والأصدقاء، لما يحسد بعضنا بعضا، ولما يحقد بعضنا على بعض، فكلنا إخوة وكلنا متحابين. لما تحسدين على جمالها؟ لما تحسدين على دراستها؟ لما تحسدين على خطبتها؟ لما تحسدين على منصبها؟ لما تحسدين على سفرها؟ لما تحسدين على زوجها؟ اتقوا الله تعالى، والرزق رزق واحد، والعمل عمل واحد، والله تعالى قبل أن يخلقنا ويخلقكم قسم الأرزاق وقدرها سبحانه جل في علاه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن ننصرنا على شياطين الإنس والجن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.